إلى ذلك تستمر الحملة الوطنية للتطعيم في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بما يسهم في حماية الفرد وتحصين المجتمع هذا وأعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلغ حتى الليلة الماضية أكثر من 717 ألف شخص فيما تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم 547 ألف شخص وأجددت وزارة الصحة دعوة للجميع للإقبال على التطعيم وعدم انتظار توافر نوع معين مشيرة إلى أن جميع التطعيمات التي تمت إجازتها في مملكة البحرين أثبتت فاعليتها في تكوين المناعة